السلام عليكم يا جماعة الخير، معكم عادل من قناة Infinite Gaming. اليوم رجعنا لكم بلعبة فيجا ذا لونجست نايت. يا جماعة الخير اللي ما شاف فيديو سابق يضغط هنا، فخلونا ما نطول بكلام ونبدأ نموت. طيب يا جماعة الخير، اليوم راح نلعب في هذا المنطقة اللي هو منطقة البواليع. وإذا لاحظتوا إن أنا طورت سلاح يا أخوان، غيرت قوة السلاح من السم إلى قوة اللعنة يا جماعة الخير. فأتوقع أن هذا القوة أحسن عن قوة السم، فخلونا نقرب السلاح وبنشوف إذا كان صح ولا لا. أوكي، فخلونا نلعب في هذا المنطقة يا جماعة. يا حبيبي وش هذا اللي وش اللي اسمه وش هذا يدور؟ هذا على بالنا هو تاير. لا أنا بروح، أنا بشرد، بنزل هنا أخوان. هذا المنطقة يا أخوان أنا ما لعبتها قبل، ما لعبتها قبل. أتذكر بس جيت هنا سيفت وطلعت، هذا اللي أتذكره، ولكن ما لعبتها قبل. انزين، تتوقع الطريق من هنا من وين بيكون يا أخوان؟ شكله من هنا تحت، يمكن من هنا يا أخوان. بقرب انزل هنا. وش ترين؟ خبرني وش ترين؟ ايوه اصرخ 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 كذا، اريدك تصرخ تعذب. انا عندي مفاجأة حالكم. ايش رايكم؟ عندي يدين حبيبي. انا قاعد اروح صح لا؟ ايوه قاعد اروح صح. قاعد اروح صح، لكن في هذاك حظك ما وصل لك. لكن ما مشكلة. كان باغي تفاجئني، لكن ما مشكلة، كلب واحد. انزين، وين رحتوا؟ وين بروح؟ لا 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 يا تاير، لا يا تاير، خليني بروح هنا. العب العب بالنار. لا لا لحظة لحظة يا الهيكل العظمي، يا الزومبي، لحظة يا حبيبي، أنا ما أعرف فين أروح. هذا كنا رد عليه، قال لي أنت تروح تروح في القبر. لحظة لحظة، هدي 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 من اسمك يا الزومبي، اطلع من هنا، غيب غيب، ابلع انزين. ها خلاص ارتحت ارتحت الحين، يلا مع السلامة. هذا أبو ما عنده أرجل، مش فايدة ضربك. يا توين الطريق بيكون؟ هل طريق من فوق ولا تحت؟ تتوقعوا شباب من فوق ولا تحت؟ يمكن من هنا؟ لحظة بنروح هنا وشي، خلينا نشيك على هذه المنطقة، يمكن من هنا. أنا ما فاضي. واقف عند الباب، ما شاء الله عليك. أوكي، هذه المنطقة أنا أتذكر أني وصلت هنا قبل. لا وصلت هذه المنطقة، ذكرت هذا المكان لكن ما كملت، ما نزلت تحت أنا. ذكرت هذا المكان، لا لعبت قبل هذا المكان. هذا ايش باغين هذا الاسماء؟ الفيران الغم، لا لا الغم يمشي مسمك مجموعة الحين. هذا أولادك تو عارف، بس تو لاحظ في شيء هنا، هيلينج بوشن ممتاز. لا 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 لا، هدي 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 هدي. أنا بروح هنا يا أخوان، شكله هنا طريق، من هنا طريق يا أخوان، من هنا الطريق. ليش يا حبيبي؟ كان بقول لكم ليش سك اسمه ذاك بند الساوند تراك، طلع شيء زعيم من نوع الفأر. خب شو كنت تضارب مع اولادك، اما الحين ابلع. ايش رايك؟ قال لي انت ما تعرف تضرب، قال لي انت ما تعرف تضرب كذا، حد يضرب ابلع. ايوه كذا، هدي هدي، لا تتقحم. هذا وش اللي في الهواء؟ هذا وش؟ هذا وش؟ انا ما قدرت اتحرك. طالع كذا الشريط، ابلع. لحظة لحظة، قص احاول احفظ تحركات يا اخوان، انا بموت. هذا بينفجر بينفجر بينفجر، انا بموت يا اخوان، انا بيقتلني بيقتلني بيقتلني.
بموت بموت. اطلع منك اطلع اطلع بسرعة بعد. طلع ايدي طلع ايدي. والله ضربني انا. كيف بقى لي ثلاثة اسمه هيلينج بوشن؟ لا 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 ما يصير. انا بروح ملح. انا ميت اخوان. شكله ما شمل. كذا طلع سالفتك انت. خلوني خلينا عقل هذا السهم بيعطيني صيف. لا 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 سو كذا. ابلع 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 ابلع. هذه باي من بعيد اخوان. يبالك كذا بس. كذا شغل كذا شغل كذا شغل يا حبيبي. هدي هدي. زعلان زعلان انت. انت زعلان اسال لك كذا. ليش زعلان حبيبي؟ ترى كذا يبالك. اعطي واحد محترم. الله لا لا لا. وش كذا اسوي؟ ليش كذا صار حله؟ انا ما راح له. هو خليه هو يجيني كذا 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 يباله بس. والله هذا السهم يضبط الامور. هذا السهم يضربني. هذا السهم هو اللي يضربني. عصب والله عصب الفار. عصب 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 لان قاعد اسوي هذه الحركه. ابلع ابلع شوي النار. ايوه كذا. ايش رايك ايش رايك بالسهم؟ هذا سلاح جديد. هذا سلاح جديد يا فار. مشكلته يعني يا اخوان مشكلته السهم شوي ضعيف يعني شو كيف طاقته ما يروح واجد. ولكن انا صبور يا اخوان. انا صبور. ايوه انا صبور. انا عارف كيف ادبك انت. انت كذا يبارك لان ما عندي هيلث. انا بموت يا اخوان. انا بموت. ابي فكر لك. انا قص 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 جنب ذاك ما اعرف ايش هذا. هذا كنا لعنه ولا ايش؟ لكن ما مشكله. انا عارف كيف ادب هذا. بموت يا اخوان. انا ما عندي هيلث. بيجيني يا اخوان بيجيني. ها اتوقع بيجيني. سوي لك كذا. ابلع. يا بموت. اوه كان بيضربني. هذا وينه؟ ليش ما يتاثر؟ ليش ما تتاثر يا حبيبي؟ ليش ما تتاثر؟ فهمني. بدي اعصب ترى. بدي اعصب يا اخوان. كذا الشريط. بغير صب بروح صب الثاني يا اخوان. بروح صب الثاني. اساس اضربه من خلف. ايش ايش ايش؟ لا 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 ما عندي القنابل ما عندي القنابل. صح انه زريبه. لما يحط القنابل ما تقدر تتحرك يا اخوان. يعيق التحرك. انا بموت. لا لا القنابل قنابل قنابل. ما بقى لي شيء اخوان ما بقى لي شيء. خلاص يموت هذا. هذا نقطة ضعفه من بعيد بس. لانه بطيء هو بطيء. خلاص حبيبي. حتى ما شفت شكله. انا ما اعرف كيف صارت. ما اعرف وين موجود كان. مسكين والله. حركة بايخة والله. قتلته بطريقة يعني شنيعة جدا. يعني انت تقول بالغش قتلته. انزل. جاينت ماوس بيبي. وش هذا؟ اشرح لي وش هذا؟ لا تعطيني بدون شرح. احلف انها الحزينة. احط ايه وش صار؟ وش صار؟ سلامات. احط ذاك الفار في غرفتي يعني حزينة. قاعد تمسحوا معي وش؟ انا ما عندي ولا هيلينج بوشن اخوان. تخيلوا بس انتم. اذا مت يعني اذا مت الحين انا ما سيفت. انزين اوكي انتم ملاحظين هالشيء صح؟ انا ما سيفت. اذا مت الحين هل بتضارب مع الزعيم مره ثانيه؟ تخيلوا بس انتم. يعني انا ما سيفت. انا قتلت الزعيم وما اعطوني اسمه ذاك. يعني ما اعطوني ذاك ال ما شبومه على اساس اسيف. اوكي انا بروح. تعال تعال. اساس لا يستهلكني. موت بسرعه. في شيء تحت يا اخوان. شفتوه صح؟ هذا التاير. لا 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 يا حبيبي. الا التاير. زين. زين. اوكي لازم اكون سريع. لازم اكون سريع يا اخوان. تو تو اي تو تو انت بعدك.
اي تو تو هذاك مردغني هذا. يلا الحين اوكي. اه هنا في شيء تحت. وش هذا؟ اه ذاك لا 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 صح انك سريبه يا اخوان. انا بموت انا بموت. كيف كذا عرفت اني بموت يا اخوان؟ آه بعيدون من هناك من مسافه بعيده اخوان. لا زين عادون من المكان اللي اسمه ذاك قاتلت الزعيم. والله حسوا فيني والله حسوا فيني. توقعت انا ممكن بقاتل الزعيم مره ثانيه. اوكي خلونا نسرع شويه الحين. ما فاضلكم؟ ايش هذا المكان الخايس هذا؟ هنا مكان كئيب جدا. هذا المنطقة منطقة كئيبة وهذا المكان ما داني هذا الشيء انا. ما فاضلكم انا ليش قاعد اي انا غيرت سلاح اتذكر. اه لاني مت صح نسيت. اوكي. انزين. سريع جدا. يخليك ما تركز. آه. لا 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 ما فاضل لك انت. هيك الساعة قتلتني. من الساعة اللي قتلني؟ في واحد منهم قتلني. انا ما عندي هيلينج بوشن نسيت. يا اخوان. انا بموت. اوه سيف 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 بسرعة بعد. الحمد لله حصلنا سيف. اطلع منه اطلع. اخواني اخواني اتوقع هذا المكان المناسب حل ننهي هذا الفيديو يا اخوان. هذا المكان مناسب على اساس ننهي هذا الفيديو. فلا تنسوا تدعمونا باللايك والشير والاشتراك يا جماعه الخير. كان معكم عادل من قناه انفينيت جيمنج. ملتقانا ان شاء الله في الفيديو القادم. سلام.